لا لا كمان كويس، بس انا كويس انا. اي احنا في مصنع خزفيات عائلة الندشة في نيكان جلاس since ancient Canaan time. زي ما شايفين يلا 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 هذه احنا عائلة النتشة طبعا، هذه عائلة النتشة المشهورة في الخليل، وهو بعمل ال قديش درجة الحرارة هون؟ 1200 1200 درجة مئوية. الحركة بدي أسويها هون في المنطقة هاي، أحط عليها حية على المسامير. أوه هاي الطنبور في جسد؟ آه. هذه بنصورها بنحطها باليوتيوب. شو اسم الكريم؟ اسمي عماد. عماد النتشة. اهلا وسهلا فيك والله، يعني شيء فخر يعني انه احنا بنشوف لسه الصناعات الوطنية، وانا عارف هي صناعات قليلة يعني مش موجودة فينا كثير، ما انا عارف. كم مصنع بالخليل موجود زي هيك؟ بس انا والبنعم. اثنين بس مصنعين كل الخليل. اسرائيل مش موجودة، بيت لحم مش موجودة، بالعكس مش موجودة. بس ما هي معروف خزف الخليل معروف. هذا خزف الخليل. انا هاي بحط لك اياها باليوتيوب، انا عندي قناه باليوتيوب، تعرف اليوتيوب. ف والله شيء رائع رائع بالحقيقه. هاي نحطك مع ال بدنا نسويها حمرا. لا هاي بنحطك جنبها. نسويها حمرا. لا لا بس عشان تطلع بالصورة. يعني هون بدخل فرن ثاني. حرارة 550 تبريد. تبريد. يعني ست ساعات. ست ساعات عشان تبرد بالراحة، ما تبردش شوي شوي. تبرد شوي شوي وبعدين بتطلعوها. ست ساعات 550. سوي لك شكل تاني برضه حلو. كان اول يوم احنا نبلش والله.